طبعا اولا بشكر مجلس الاداره كله بقياده الكابتن محمود الخطيب. طبعا يعني حاجه شرف على راسنا كلنا ان هو يبقى في دماغه ان هو يعمل الفرق الجماعيه او الفرق على الاقل اللي كسبنا لحد دلوقتي. طبعا حاجه تتحفر في في في, في قلوبنا وفي دماغنا، وان احنا فعلا الراجل ده كاريزما يعني، فعلا ربنا خلينا الاهلي ودايما واقف ورانا، واحنا دايما مشرفينه على قد ما نقدر باذن الله رب العالمين.